بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم أحمد العربي، ومعانا موضوع جديد إن شاء الله في الليكتشر ديت أو في المحاضرة ديت عن الداتا مايننج، وهو الكلاسترنج. طبعا قبل ما أتكلم عن الكلاسترنج، عايز أقول إن الكلاسترنج نوعين. إحنا هنا حضراتكم هنتكلم عن البارتيشنال كلاسترنج. هنتكلم مع حضراتكم في السيشن ديت عن البارتيشنال كلاسترنج. كلمة كلاسترنج يا جماعة بشكل عام معناها حضراتكم ان انا عندي مجموعة من الداتا. الداتا ديت مجموعة كبيرة من الداتا، وانا عايز ابدأ حضراتكم اقسم المجموعة ديت لجروبس. كلمة كلاسترنج معناها ان انا عندي مجموعة كبيرة من الداتا موجودة عندي، وانا عايز ابدأ اقسم الداتا بتاعتي ديت الى جروبس. فبقول لك ان الكلاسترنج هو process of partitioning a set of data. هو موجود بيقسم مجموعة من الداتا، بيقسمها حضراتكم لجروب، ويكون بحيث ان هو يكون ليها معنى واقدر استخدم الداتا بتاعتي ديت. طب بيقسمها على انه اساس، يعني هعمل جروب، هعمل جروبينج، هاخد الداتا ديت احطها مع ديت او ديت مع ديت، على انه اساس؟ بقول على اساس حاجة اسمها similarity، يعني على اساس التشابه ما بين الداتا ديت وبعضها وبعض. فابدا احط الداتا ديت واقسمها، وابدا احطها حضراتكم في جروب بحيث يكون ليها معنى وتنفعني. يعني تعال حضراتكم ناخد مثال بسيط كده. بص حضراتكم كده، انا عندي اهي مجموعه من الداتا كبيره مع بعض، وكلها ميكسد كده، مختلطه مع بعض. انا مش قادر افهم منها اي حاجه، فممكن ابدا اقسمها بقى، اشوف السيميلاريتي ما بينها. طبعا هما الشيب مثلا نفس الشكل، ممكن اشوف السيميلاريتي مثلا في الالوان. ابدا اخد كل مجموعه من الكور ديت على حسب اللون، وابدا احطها مع بعض. فكده عملت بارت، او عملت سب كلاس، او عملت تقسيم للداتا على اساس التشابه في حاجه معينه. فحضراتكم جبت الكور الزرقاء مع بعضها والحمراء مع بعضها مثلا، والصفراء مع بعضها. فكان عندي فوق المجموعة الكبيرة من الداتا، بدأت أعمل لها جروبس. الجروب ديت بقى ليها معنى على أساس إيه؟ على أساس السيميلاريتي. السيميلاريتي في إيه؟ يمكن حددت السيميلاريتي هنا حضراتكم في الحتة بتاعت الألوان يعني. طيب لو جيت آخد مثال واقعي للكلام دوت، لو أنا راجل صاحب مكتبة وعندي مجموعة من الكتب، وعايز أبدأ الكتب جايه لي كلها على بعضها كده، وعايز ابدا بقى اقسمها كلاسترنج بحيث اشوف كل مجموعه من الكتب ايه التشابه ما بينهم، وابدا احطهم في رف عشان الراجل يقدر يشتري بسهوله الكتب ديت. او انا راجل صاحب مكتبه وبعت في السنوات الاخيره مجموعه كبيره من الكتب، فانا عايز ابدا اشوف اكتر الكتب اللي حققت مبيعا عندي. فمن الطبيعي قوي ان انا اشوف الكتب اللي انا بعتها، وابدا بعد كده اصنع، ببدا بعد كده اعملها كلاسترنج، احطها في جروب على اساس التشابه ما بينهم وبين بعض، عشان ابدا اشوف هي مثلا الكتب اللي حققت اعلى مبيعا عندي وهكذا. فانا في المكتبه بتاعتي الكتب اللي بعتها، او الكتب اللي انا جايبها، الكتب اللي بعتها وعايز اعرف ايه هي الكتب الاكثر مبيعا عندي، او الكتب اللي انا جايبها وعايز ابدا ارصها بشكل يجذب الكاستمر بتاعي. فادي الكتب اللي عندي، بدات اشوف تصنيفهم. فقلت مثلا انا هعمل الجروبس اللي موجوده. شفت ان مجموعه الكتب ديت اللي موجوده بتتعامل مثلا مع الماثيماتيكال او الماس يعني. فبدات اشوف الكتب اللي عندي، وبدات اقسمها كلاسترنج على اساس التشابه بينهم. الكتب اللي عندي زي ما حضراتكم شايفين، حاجه بتتكلم في الجبر، حاجة بتتكلم في الهندسة، فقسمتهم على أساس إنهم متشابهين في البرانش بتاع الميس. مجموعة تانية أو جروبس تاني من الكتب عملت لهم كلاسترينج برضو على أساس إن في تشابه ما بينهم وبين بعض، إن هما كلهم بيتكلموا في حاجة زي البروجرامينج لانجويج، وهنا زي ما حضراتكم شايفين زي الجافا. بعد ما عملت بقى حضراتكم كلاسترينج كده، بدأت إذا كنت هبدأ بيها الكتب ديت، فبدأت أحطهم حضراتكم على الأرفف. كل كلاستر أو كل مجموعة من الكتب متشابهة حطيتها في 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 رف واحد على أساس أسهل عملية البيع، أو أجذب الراجل اللي هو جاي يشتري على طول يروح على السكشن بتاعه عشان أسهل عليه عملية الشراء بتاعة المنتج،
بتاعه من غير ما يقعد يلف على المنتج في كل المكان. معنى كده حضراتكم ان في الشكل الطبيعي ان انا لما احب اعمل كلاسترنج، انا بتجي الاول الداتا بتاعتي فاهم، الكتب كلها على بعض مش متقسمة، ابدأ ارصها في المكان بتاعها، عندي الكتب اللي انا بعتها كلها على بعض جاية، انا عايز ابدأ اشوف بقى اقسمهم لكلاسترنج بحيث ان اعرف مين اكتر الكتب مبيعا في انهو مجال او في انهو فيلد عندي. فعندي بيجيلي الداتا خام تماما، بتبدأ تمر على شوية الالجوريزمز او المعادلات اللي هي خاصة بموضوع الكلاسترنج، وتبدأ في الاخر تطلع لي الكلاستر بتاع او التقسيمات بتاعت الداتا بتاعتي. طيب التقسيمات دي بتتم على اساس ايه؟ يعني هل انا مثلا بقسم الجروبس بتاعتي اللي موجودة على انه اساس؟ هب هزرت كده بشكل عشوائي مفيش رولز بتحكم الكلام ده؟ قال لي لا، ده احنا عندنا حاجة اسمها الكلاستر الجوريزم، الكلاسترنج الجوريزم. الكلاسترنج الجوريزم دي حضراتكم هي تبقى شوية مجموعة معادلات بتديني او بتساعدني ان انا اقسم الداتا اللي عندي في شكل جروب على انه اساس. بتعتمد في التقسيم بتاع حضراتكم على السيميلاريتي، على التشابه. فابدا اشوف مجموعه الداتا اللي موجوده عندي وببدا اشوف وجه التشابه ما بينهم وابدا اعمل الجروب. الجروب الموجود دوت ببدا بعد كده الالجوريزمز ديت بتساعدني ان انا احدد مين هو الممبرشيبس اللي هيكون موجود في كل جروب عندي في عمليه حضراتكم الكلاسترنج. عمليه ان انا اكون جروب ديت واشوف مين الممبرشيب فيه او الجروب الموجود عندي ابدا اكونه، فبتبقى عندي حاجه اسمها اللي هي السنت اللي هي السنترويد. السنترويد ديت هي النقطه او العوامل اللي تخليني ابدا احدد الممبر شيب اللي هيكون او اللي هقدر اضيفه جوه الجروب بتاعي دوت. طب يا جماعه في الغالب الناتج بتاع الالجوريزم ديت هو بقى انشا مجموعه من الجروب وبدأ يحط فيها الداتا بتاعته، فبيسموا عملية الكلاسترنج هي عملية اسمها ديسكريبتيف، ان هو بيوصف الجروب والعناصر اللي موجودة جواه، عكس زي ما هنتكلم بعد كده عن اللي هو حاجة اسمها الكلاسيفيكيشن اللي اوريدي الجروبس موجودة وعندي عنصر جاي انا عايز بقى حد احطه هو في انه كلاس او انه جروب. لكن هنا حضراتكم انا بنشئ الجروبس بالعناصر اللي موجودة فيها. فيمكن ده ابرز فرق ما بين الكلاسترنج وما بين الكلاسيفيكيشن. يمكن دي حضراتكم بقى اشهر الاشكال اللي بقدر ابريزنت او اظهر فيها الكلاسيفيكيشن، وبعض الميثود اللي انا اقدر استخدمها في الكلاسيفيكيشن زي الكي مينز كلاسترنج، زي الاي ام كلاسترنج، زي الهيراركي كلاسترنج. زي ما قلنا دي الالجوريزم بتاعتي اللي ممكن استخدمها في الكلاسترنج، الكي مينز والفازي سي مينز والهيراركي كلاسترنج الجوريزم. ويمكن حضراتكم بقى هنبدا نتكلم عن بعض من الكلاسترنج الجوريزم ونشوف ازاي نقدر نحل بيها، ويمكن ان شاء الله هنبدا مع الكي مينز كلاسترنج الجوريزم. دي ان شاء الله اللي هبدا اشرحها وابدا ادي فيها مثال ونبدا حضراتكم نحل مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.